انا اتصال من زوجة المجني عليه، ام ملك. اهلا وسهلا، اهلا بك يا ام ملك. البقاء لله طبعا في الاول. البقاء لله وحده. طبعا محمد رحمة الله عليه كله كان يشهد بأدبه وباحترامه، وهو الاخ الاكبر لاخواته. اخواتي هو الاخ الاكبر لاخواته، وطبعا الناس كلها كانت بتتكلم بشهادة الشهود ان هو ملهوش علاقة بأي حد من بيته لشغله. ايوه فعلا ده الحقيقة. عايزين نعرف محمد، كانت العلاقة ما بينه وما بين القاتل، كان في علاقة ما بينهم اصلا ولا هو لا ملهوش؟ طبعا لا طبعا الواقعة ملهوش علاقة بيه. الواقعة تمت تحت البيت. تحت بيتي تحت البيت. انت شفتي الواقعة ام ملك؟ انا شفت الواقعة، بس منظر وهو بيعملوا بالسكين دي انا مشفتهاش بصراحة. انا خفت وجريت على السلم، وقت اللي جريت على السلم ورحت نظرت لمحمد لقيته كان واقع على الارض وفاهم. طيب عايزين نعرف علاقة محمد كانت بالجيران ايه واصحابه. عايزين والله يشهد الناس كلها ان هو كان عمره ما قال كلمة وحشة لحد، عمره ما اتعارك معه، ما فيش حد اشتكى يعني. كل اللي يكلمني يقول محمد جزاك الله خير، اقف معانا عمره ما عملت وحده في حد ولا اتكلم كلمه وحشه في حد. خلوهم يعني جنب البعيد، يعني طيب وبعيد. استأذنك تقفي في حتة فيها شبكة. حاضر حضرتك كده سامعني؟ تمام كده. هو كان بصراحه الناس كلها بتشتكي فيه، وانا عن نفسي عايشه معاه 13 سنه. والله 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 انسان محترم وراضي، يعني مؤمن بقضاء ربنا وعمره ما قال لقضاء الله حاجه. وانا شخصيا انا ده قضاء الله، انا الحمد لله على كل حال. بس يعني هي الحسره اللي احنا شفنا الموضوع قدام عينينا، وهو كان مظلوم ما كانش الموضوع، يعني البلطجي ده ما كانش ليه يعني باي شيء. العيال والبنات الصغيرين شافوا الـ 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 الجريمة وهي بتتم؟ لا طبعا ما شافوهاش. لا، هم شافوا ابوهم سايح بدمه. انا هم كانوا نايمين في الوقت ده، وانا لما شفت محمد ده داخل عليه بالسلاح، انا طوق يعني ما طوق ما عرفتش اصوت. انا لقيت نفسي بنهار وبجري على السلم وسايبه الباب مفتوح، وهم كانوا نايمين. انت عايزه تلحقي الموضوع باي شكل كان. طبعا انا مش عارفه اعمل ايه. انا كنت انا ايديا برضه مصلوبه، يعني ما كانش في ايديا حاجه ان انا اعملها. بس اللي عليا ان انا جريت نزلت باللي عليا ونزلت بيه وسبت الباب وعيالي نايمين. ببص لقيتهم في البلكونه شايفين ابوهم سايح ده. لا اله الا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل بلطجي ان شاء يعمل الله حقه جريمه. ان شاء الله حقه هيجي. عايز بس اعرف منك، عرفتي امتى سبب، عرفتي امتى الـ الوفاه بتاعت محمد كانت امتى؟ اتقبلتيها ازاي؟ طبعا انت كل ده كنت مفكره تعور بس. هما الناس اما نزلت قالوا لي ده في رجله وده بسيطه، بس انا شايفه ده كميه الدم مش طبيعيه. كانت جامده دي في جدا. رجله. ايوه هي هما قالوا لي ده بسيطه يا جماعه، ده ايه في رجله هتبقى خياطه. بس لما رحنا المستشفى بتاع 20 قالوا لنا لا، الحاله دي ما تقعدش عندنا، الحاله دي تروح هناك على طول الميري. وهو يعني ساعتها كان بيطلع نفسه الضعيف قوي وهو بيتكلم. كنت معاه؟ انا رحت يعني هو راح بتوك توك وانا رحت التوك توك ورانا ووالدتي. يعني الدم كله عمال يسيل على الارض في المستشفى، وهو الدم كان متغلق قدامنا قدام البيت. ربنا يرحمه وان شاء الله حقه الله هيجي. عايزين نسمع منك كلمة أخيرة، تحبي انا تقولي بطالب إيه بالقصاص. للمسؤولين؟ لا انا بطالب بالقصاص علشان احنا مش عايشين في غابة، احنا قدمنا محضر ومحضرين وثلاثة فيه ومحدش عمل لنا حاجة. طبعا الحاجات دي كلها هتسند في القضية وان شاء الله حقه هيجي. يعني واحنا انا اعلم بناتي ايه؟ اقول لهم يعني ما حد يعني تاخدوا حقكم ازاي في الدنيا اللي احنا عايشين فيها؟ انا اعلم عيالي ايه؟ المفروض احنا كأسر مع بعض، يعني المجتمع فيه جميع الاسر، اعلم يعني ببناتي ياخدوا حقهم ازاي؟ بالقانون، المفروض القانون ده يجيب لنا حقنا. لا، هو القانون دايما هو اللي بيجيب الحق. والله يا رب ربنا القضاء معانا. احنا واثقين في القضاء الحق عند ربنا عمره ما يعني عمره ما يتساب، ربنا هيجيب له حقه. بس طبعا. المفروض ليه؟ بصي، هو ليه حقه في الارض وليه حقه عند ربنا سبحانه وتعالى. هو ان شاء الله حقه هيجي، واحنا واثقين في القضاء العادل بتاعنا، وواثقين في الشرطه، وواثقين في كل رجل شريف
قلبه على قلب البلد دي. انا اشكرك ام ملك وبقدم التعازي وربنا يرحمه ويصبركم ويصبر عياله ويصبرك ويصبر اهله. اشكرك يا ام ملك. طبعا سمعت الكلام لا تعليق على الموضوع كله بصراحه، لا تعليق على الموضوع كله، ولا همه ابوه ولا همه امه ولا همه الناس اللي في الشارع. هو عايش، هو الملك، يضرب يخبط يكسر، حتى بيت ابوه كسره، ابوه راح عمل له محضر. طبعا الموضوع متقشر قدام حضراتكم، واضح ان بسبب وطي التسجيل شويه عشان عايز انام حصل عليها جريمه قتل، جريمه قتل. وما اكتفاش بموت محمد بس، لا ما اكتفاش بموت محمد بس، لا وعايز يكمل على اخواته، ودخل بالسكينه كان عايز يكسر البيت ويتهجم عليهم في البيت وكسر بيت ابوه. انت عايز ايه تاني وانت عايش لوحدك؟ انت عايش لوحدك في البلد دي؟ ايه جرايم، ايه كميه جرايم القتل اللي احنا بقينا بنشوفوها في مجتمعنا ده؟ الواحد بصراحه مستغرب، الواحد مستغرب. طبعا القضاء المصري، القضاء العادل، احنا طبعا بنحييهم واحنا دايما بنساندهم وبندعمهم، ان ربنا يعينهم على البلاوي والكوارث اللي هم بيشوفوها وبتقابلهم كل يوم، سواء من بلطجة او من بتوع المخدرات او الـ الناس اللي بتقتل عاطل على باطل. يعني الناس دي كتر الف خيرها، كتر الف خيرهم على المناظر وكمية الجرائم اللي بيشوفوها، واسامي الشرطة على كمية المناظر اللي بيشوفوها والبلطجة وجرائم القتل، حاجة تحزن وتقطع القلب حقيقي والله، حاجة تحزن وتقطع القلب. كفاية بقى، كفاية كفاية، عايزين بلدنا تبقى فوق، عايزين نساعدوا بعضينا. كل يوم بيتولد بلطجي جديد، عايزين نقضي على الموضوع ده خالص، مش عايزين بلدنا تبقى فيها الكم الكبير من البلطجة وجرائم القتل اللي بنشوفوها كل يوم بسبب أشكال وألوان غريبة الشكل، أسباب تافهة جدا، أتفه مما نتخيل كلنا. أنا الموضوع عشان أقتل ده، يعني حد قتل مثلا أخويا، حد وبرضه يعني لازم نثق شوية في شرطتنا وفي القضاء، إن مش كل حاجة أنا هقتل زي ما قتل، أنا هضرب زي ما ضرب، لا، في قانون. طبعا أنا بقدم التعازي لأسرة محمد بالكامل، وإن شاء الله حق محمد جاي من القاتل أحمد رجب العربجي اللي مالهوش شغلانة، وواثقين في القضاء اللي هو هيجيب له حقه.